مروى، ليس هناك جدولا زمنيا من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. المهم الآن بالنسبة للبنتاغون، وهذا ما سيقوله دانفورد خلال لقاءاته مع القادة الصينيين، هو على الشكل التالي: بأن لدى الولايات المتحدة القدرات العسكرية والدفاعات الصاروخية اللازمة لمواجهة أي خطر من كوريا الشمالية، وخصوصا فيما يتعلق بجزيرة أغوام. إذن ليس هناك جدولا زمنيا، سيكون هناك رسالة ربما يمكن وصفها بأنها قاسية سيسلمها دانفورد إلى السلطات الصينية، وعليها الصين أن تبلغ نظام كوريا الشمالية بأن هذه المرة الإدارة الأمريكية لا تناور في مسألة التصدي لخطر كوريا الشمالية. دانفورد زار كوريا الجنوبية والتقى مسؤولين كوريين جنوبيين، وفي هذا الإطار هناك تأكيد بأن الولايات المتحدة ستقف ملتزمة الدفاع عن حلفائها في المنطقة، وهنا أعني اليابان وكوريا الجنوبية. نعم. حتى هذه الساعة هناك تأكيد من جانب البنتاغون بأن لدى الولايات المتحدة القدرات الكافية لمواجهة أي خطر كوري شمالي، لكن على القادة الكوريين الشماليين أن يعوا خطورة مغامراتهم في حال حاولوا إطلاق أي صاروخ على جزيرة غوام والتي تعتبر أرض أمريكية، وبالتالي أي اعتداء على جزيرة غوام هو كأنه اعتداء على الأراضي الأمريكية. وإلى أي مدى هناك اتفاق أمريكي صيني حول اللجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية، وأنت تعلم جو بأن الصين لها علاقات اقتصادية مع كوريا الشمالية؟ ليس هناك اتفاقا صينيا أمريكيا، إنما هناك تناغم أمريكي صيني. هذا ما قلت، توافق أمريكي صيني. إلى أي مدى هناك توافق أمريكي صيني؟ هناك توافق إذا صح التعبير، أو هناك جامع مشترك يجمع بيجينغ وواشنطن، وهو أن هذا الأمر ينبغي ألا يؤدي إلى مواجهة عسكرية، ينبغي معالجة هذا الأمر بالطرق الدبلوماسية. هذه هي قناعة القادة العسكريين الأمريكيين، وأيضا قناعة القادة العسكريين الصينيين. إذن هناك تطابق في وجهتي النظر الصينية والأمريكية بأن هذا الأمر ينبغي معالجته بالطرق الدبلوماسية. جو تابت مراسلنا من البنتاغون، شكرا لك.